مروان حيدر اهلا وسهلا صباح فيك الخير مروان. خبير الزراعه اهلا وسهلا فيك. كانت مزحه نحن وياك بالوقت لا وبتعرف شو مروان وين ما نروح بتعرف شو بيقولوا لنا؟ يا ريت في مروان بمنطقتنا ان شاء الله قريبا. عن جد مطالب فيك بكل المناطق اللبنانيه من اقصى الشمال لاقصى الجنوب للبقاع عن جد بشكل كبير، مع انه انت بتزورهم كلهم يعني صحيح. وبتعمل صحيح. حلقات فيعطيك الف عافيه. هي الفكره كنا عم نعمل فكره انه يكون في اليه كبيره نقاله بالمناطق، بس لوجستيا بتاخذ كتير شغل اكيد يعني فيها حرق وقت كتير. ان شاء الله نقدر نعملها بطريقه معينه يعني الايام جاي بس هيك لتكونوا قراب اكيد الايام جاي ان شاء الله. مروان اول شيء شكرا على الهدايا اللي عم تقدمون، كمان في هدايا للمشاهدين. بدنا اتصالين او ثلاثه ماكسيموم، اذا حدا هلا بتلفن لا يعيد اجنده تنشوف الوقت لنشوف الوقت بس. مروان انا حددت اتصالين برجع بنقول يعني اول شيء بدنا نقول انه بلشنا نحن وياك هيك كانت انه بنحكي عن الورده صح بشهر نوار وقتها كان صار لنا هيدا سنه الخامسه صحيح خمس صحيح. سنين بعدين بلشنا بالسله ايه بعدين بلشنا بالسله الزراعيه وصارت الازمه وتغيرت هي اول تبليشه كانت كثير مهضومه بدنا نوجه تحيه لاول شيء العميد بطرس الهاشم نعم ولأسيس جورج خوري رئيس دائرة جبل لبنان وزارة الزراعة. ايه تحية تلفن لي امبارح ما رديت عليه بعتذر اليوم بدي جورج هلا ندق لك دغري بعد الحلقة. نعم فبقول له ميرسي كثير لأسيس جورج خوري اكيد وللعميد بطرس الهاشم وأسيس شادي هاشم يلي أول شيء قنعوني نطلع حلقة كانوا عم يتحدوني ويخوفوني طلعنا بيوم بالعوافي جديد. وقتها بيوم بيوم جديد بيوم جديد وأسيس عبده لقطني لمروان طلعت فكرة جديدة وبلشنا فتحية للعميد بطرس أكيد ولأستاذ جورج وأستاذ خلينا نقول أنه يعني أنت بتقدم للمزارعين الشتول صح. الإنتاج بيردوا لك إيه بعض الإنتاج مش كله مش تقدمة هي لا مش تقدمة تشتري منهم بيشترون منها للشتول نحن الشتول بس كنا عملهم الصواني من أوائل الناس اللي عملناها ب 98-99 كلهم بيعطوا صحيح يعني مش شتلة بتضل شتلة بذور مهجنة مؤصلة حتى هالمزارع اللي عم بيتعب يكون عنده إنتاج فالفكرة لما بلشت سوا من مع أستاذ عبده يعني فضل لك بشكل كتير كبير لا بنحكي صراحة الأو تي في كانت الأو تي في أكيد فكانت الفكرة إنه ناس بفترة معينة ما بقدرت سوقت ما بقى بيقدروا يظهروا كان في الحجر فكانت الفكرة إنه يلا بنبلش ناخد أغراضهم ونبيعلهم إياهم بالرسمال لحتى ما يكبوا بضاعتهم والناس تستفيد منها بس ما بقدرنا وقفناها يعني لما قررنا نخفف الناس زعلت والناس هلا مبسوطة كتير نحن مبسوطين بس عجقة السير عم تكون كتير كبيرة في قمة الياس يعني بدنا نقول ميرسي كتير عن جد ميرسي كتير لرئيس بلديتنا ولبلدية قمة الياس الشيخ لي أبو جودي على تفاهمه لأنه ما تخيل الأستاذ عبدو نتالية قديه العجقة عم تكون الصبح نعم هلا حليناها عم نوقف على 10 بس هلا رجعنا نبلش من التنتين مش 6 لـ8 هلا بلشنا من التنتين لـ8 لحد نسهل أكثر لنشوف مين رح يربح معنا من عند مروان أول اتصال ألو ألو صباح الخير صباح النور معك أستاذ زهوة من الجنوب أهلا وسهلا فيك يا أستاذ زهوة من أي منطقة بجنوب؟ مجدل سلم مجدل سلم أهلا وسهلا فيك يعني هديتك مدوبلة إذا جيت لعند مروان أكيد أنا جينا بالمرة بالزمانات على سيادتك أنت وخواجة مروان أهلا وسهلا فيك هديتك لأستاذ زهوة من عند مروان مدوبلة هيك عم بقول مروان مش أنا هلا ثلاثة عم بقول لي امتلت هديتك يا أستاذ أهلا وسهلا فيك عند مروان مشوارك بعيد بنوديله إياهم ما قادر يجي بنوديه كلك ذوق شو بتقول عن أجندة؟ بتحضرنا كل يوم؟ كل يوم كل يوم الصبح أنا في الساعة 7 إلا ربع تقريبا نعم بعمل الشاي مع البرد اللي موجود عندنا مع الأطفال بالجنوب وبتسمعكم للآخر الله يخليك طول بعمرك خلي لك عيلتك الله يحميكم وضلكم صامدين وهيدي إرادة الحياة والاستمرارية عن جد تحياتنا لكل أهل الجنوب يلي عم بيعانوا كتير اليوم مدام بوجودكم وبوجود الطيبين والأوادم والإذاعة التلفزيون الموجودة عندكم هي اللي بتوصل صوتنا لكل العالم شكرا لك أهلا وسهلا في عنا رسائل شكرا لك يا أستاذ زهوة في عنا رسائل من بعلبك من زحلة من طرابلس شكرا لكم جميعا على محبتكم مروان بكرة عندك دورة بكرة من على 11 جاي المهندس داني باسيل
مهندس تاني بسيل هو رئيس مركز الزراعي بالبترون، رح نعمل دورة عن تذوق الزيت. اللبناني بحب قديه مدتها يعني؟ من ال 11 ل 12 ونص. ساعة ونص. ساعة أوكي. ونص. فرح تكون ببيت الزراعة بمحل الموني يعني. وفنجان قهوة من عند توني صالح كتير طيب. وتوني عسلتهم بيدو تحية بحبه كتير. فأكيد رح يكون أستاذ داني بسيل، وأستاذ داني بسيل عمل دوريات كتير كبيرة هو اختصاصه. فلما تشوف أنية الزيت بصير تشوفها بغير طريقة. لما تدوق الزيت بتدوقه بغير طريقة، ولما تكون بدك تحكي عن الزيت تحكي هيك بشغف وببسط. فعملنا حلقة قديمة. بس لازم يتسجلوا. رح يكون في تصوير، جارو حيجي يصور. اوكي حلو. بس اللي بده يشارك لازم يكون مسجل اسمه اكيد. ايه مزبوط. يعني اليوم اذا بيحبوا هلا في ناس اعطيت الاسامي، واللي بيحب بعد بيقدر يبعت 03 03 010 01 00 01 00. انا وقت ناس بتضيع بال ايه. فبيبعت اسمه بنقول له اوكي، بس واتساب لانه يمكن ما راح اقدر. اوكي فيبعتوا انه انا بدي شارك على 03 010 010. اكيد روبير خليل بيعني لك شيء هالاسم؟ روبير ايه دائما. ولو روبير خليل بيقرا بالغيب. ايه ما تعرف ليش. ايه انا اليوم بعت لي هوطة البسون فحضرتك لابس مثلهم. اسرق وابيض. فبدنا نقول له ميرسي لروبير خليل. روبرتو عن جد على سلامة عينه، عم يتبعنا بالعوافي وعم يتبعنا باجندا وعم يلبسنا احلى تياب. نقول له يعطيه الف عافيه روبرتو كا بمنطقه الدوره، بنصحكم تزوروه لانه نوعيه تيابه غير شكل وهو شاب غير شكل عن جد. ميرسي روبير خليل، يعطيك الف عافيه. مروان شو اسعار الخضره اليوم؟ اليوم في مفاجاه. هلا انا بس اطلع من هون حدق لهم لحتى ما يتلبكوا كتير الشباب لانه عجقه كتير، بس اكيد حيكون في هالاسعار الحلوه مثل العادي. والنوعيه دائما ناتالي نحن بنشتغل نوعيه قبل أكيد. الاسعار اكيد هيدا المهم. ودائما بنقول اذا الاسعار واطيه مش معناتها نوعيه عاليه عم بتكون من نوعية احلى ممتازة نوعيه. وانا عم بنبسط انه نزلنا اسعار الخضره بكل المناطق. حدا بعث لك من بعلبك بيقول يا ريت كل التجار بغاروا من مروان. ليك هي مش قصة غيرة، هي قناعة. يعني فيك تقتنع تربح قليل وتبيع كتير حسب المصدر والمزارع دغري صح. بس كمان ليك الكل فيهم يعملوا، أنا ما عم بقول أنا عم بعمل أحسن من غيري، الكل فيهم يعملوا بس يكون في شوية قناعة ويطولوا بينهم على المدى البعيد. على المدى البعيد مش سريع الربح على المدى البعيد. صح مشان هيك بنقول أهلا وسهلا للجميع. أكيد خلينا ناخذ اتصال كمان. ألو بونجور. بونجور مدام. ينعاد عليكم. وعليك. أحسن برنامج وإن شاء الله بيبقى قدم مستمر يا رب. تسلمي. مين معنا؟ نزهة سمعان من الزلقة. أهلا وسهلا فيك. أنت جارته لمروان قريبة؟ إيه جارته. أنا عطول بروح لعنده. يلا في إلك هدية من عند مروان. سألة إذا راضي على التعامل. راضي على التعامل. أكيد أكيد. ونوعية البضاعة بتجنن. بتجنن. يا ريت قريب علينا. اكثر من الزلقه. كيف جارته؟ ما تقولي لي بدك يفتح تحت البنايه يضلك طالعه نازله من من الجنوب جاي لعنده. يلا ان شاء الله على طول نضلوا وان شاء الله تقدم مستمر احسن برنامج هالبرنامج. تسلمي مدام. تسلمي. بدناك اليوم بنكون ضايعين. والبن من وين؟ كمان من عند مروان. كمان من عند مروان. لك ألف صحة لك مدام ويطول بعمرك خلي لك عائلتك. شكرا لاتصالك. عبدو كان مشان الفتحة الصبر. احنا كنا نفتح 6 و7. هلا محل الأدوية الزراعية، تعرف بيت الزراعة هو شركة زراعية صحيح. بالأساس أدوية وبذور وتربات العدة الزراعية. هلا عم نفتح 7 هوني. بس ميلة الخضرة اللي هو الأجرو أليمونتير، المشكلة انه تنحضر لنطلع على التيفي عم بيكون عجقة كتير عم توقع على الكاميرا. مشان هيك نحن 8 عم نفتح. فبليز ما يجوا ينطروا قبل حرم، يجوا على 8 ويفتحوا. بتكون طلعت على الهواء وعطيت العروضات. انا ما ابدا ما عنا فكرة او ادنى احساس أو بس ليكون كل شيء خارج هواء يعني. انا زبوني دايما عند مروان، عن جد اسعاره بضاعه ومعامله ما في احسن من هيك. سلام كبير لكم ولاله. عم جرب اتصل مش عم بيعلق. بولين 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 الك جايزه لكن خلص هيدي بس هيدي لان هلا بكره هلا بتبعث لهم بولا واهلا كل حدا بعت رساله اكيد. مروان بعت في عندنا طريقه بيسحب العرض غريبه عجيبه. لا انا اول مره طلعت تيفي يعني ما بقدر خبرك على التليفون ما كنت بعرفه شخصي. اجيت وقت كريم. ايه كريم الاولى عبدو عم بدق لك ما عم بترد له ما بعرف رقمه. دقيني له قال لي بس بدي
يعني هالشهر تحكي كل يوم عن زارة وهالشهر له 5 سنين لأن ما قلنا قلب نترك أجندة وقلنا الفخر بأجندة ونحن كمان لنا ما بقى أهلا وسهلا فيك يا مروان وعلينا شكرا لك مروان يطول بعمرك ميرسي كثير لك أهلا وسهلا ما تنسى هديك أنت وظاهر